أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية، وهم وسط في كل شيء، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فالمسلمون وسط بين اليهود والنصارى في غلو اليهود وتقصير النصارى، في عيسى عليه السلام اتهمه اليهود أنه ابن زنا والعياذ بالله عليهم لعنة الله، والنصارى جعلوه ابن الله، فتوسط المسلمون وقالوا عبد الله ورسوله. وكذلك وسط بين تشددات اليهود وبين تساهل النصارى، والمسلمون وسط بينهما. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة، هم وسط كذلك في معتقداتهم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسط في الصفات بين المعطلة وبين المشبهة. وهناك من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام شبهت الله بخلقه، منهم هشام بن الحكم، هشام بن سالم الجواليقي، من كانوا يقولون إن الله تبارك وتعالى يشبه ابن آدم، حتى قالوا: ما أن ترى يعني شخصا جميلا إلا إنك قد رأيت الله والعياذ بالله. وبضدهم المعطلة الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، أهل السنة أثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى ولم يشبهوه بخلقه ولم يمثلوه سبحانه وتعالى. قال: ووسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. أهل السنة وسط بينهم، بين الجبرية والقدرية. القدرية الذين يقولون الله لم يكتب شيئا على العباد، والجبرية الذين يقولون إن الله أجبر العباد على كل شيء. وأهل السنة قال أهل السنة قالوا إن الإنسان له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، يكفرون صاحب الكبيرة، وعكسهم المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان شيء. وأهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو مستحق للعذاب، ولكنه في النهاية مسلم، لا يخرجونه من دائرة الإسلام. قال: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج، ولو جعل معهم أيضا نواصب لكان جيدا. فالخوارج كفروا عليا، وكفروا كل من شارك في الحروب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا عثمان وعليا والزبير وطلحة وعائشة والحسن والحسين. وعكسهم الرافضة مجدوا عليا زيادة عن حقه رضي الله عنه، وكفروا باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، والناصبة هم الذين أبغضوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط في هذا، أحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم. نعم.